سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم. بوريطة ينفي تسوية الخلاف بين المغرب وتونس. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن موقف المغرب من استقبال رئيس الدولة التونسية الجسيم وغير المقبول لزعيم الميليشيا الانفصالية لم يتغير. وأبرز بوريطة في تصريح لوسائل الإعلام في القاهرة أن موقف المغرب من استقبال رئيس الدولة التونسية الجسيم والغير المقبول لزعيم الميليشيا الانفصالية لم يتغير، إنه الموقف الذي عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغها بتاريخ 26 غشت 2022، ويشاطره مجموع الشعب المغربي وكافة القوى الحية. وأوضح الوزير أن إشارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في لقاء صحفي عقب اختتام أشغال الدورة 158 لمجلس الجامعة إلى تسوية الخلاف بين المغرب وتونس تهم حصرا فقرة اقترح الوفد التونسي إدراجها بشأن قمة تيكاد والتي رفضها المغرب رفضا قاطعا. وسجل بوريطة أن تدخل عدد من الدول العربية الشقيقة خاصة الأردن مكن من التوصل إلى نصف توافق يحيل على التعاون بين اليابان والدول العربية دون الإشارة بأي شكل من الأشكال إلى قمة تيكاد.